هالمرة عملت له عمل لطاهر، أكيد ساحرته. ابني طول عمره عاقل، حياته ما فات هيك فوتات. عاقل؟ طبعا. طاهر؟ ايه ابنك طاهر؟ ايه طاهر. مرت عمي انت صاير شي لعقلاتي؟ يا ليت الأدب. منيح ما صابتني. مصطفى حبيبي شو طار مخك كأنه؟ ايه طار. اشي كتير حلو، المخ بيكون مخه لجوزي، خليه يطير وامتى ما بده كمان. اسيه مصطفى، تعال معي على الغرفة شوي، رح أحضر لك حمام مرتب، وقبل الأكل ترتاح وبتسترخي، وإذا بدك بعمل لك مساج كمان، وبعدين بتتعشى. يلا امشي يا روحي. شايف لي العصافير؟ يو اروح. صار للدبانة دكانة وصارت تتسكر على العيد. لك شو هالابن اللي ماشي ورا مرته وتعاركني؟ أهلين وسهلين خالة. أهلين وسهلين فيكي يا كنتي الحلوة والعاقلة والمؤدبة. ليش جمدتي مكانك؟ بعدي من وشي هيك لحتى أحكي كلمتين مع أمك. أهلين وسهلين سنية. أهلين شرفتينا خالة سنية. أهلين فيكي نسيبتي، وأهلين فيكي بنتي نظر. فضلي ارتاحي. فهميني أنت ليش عم تقولي لأمي نسيبتي خالة سنية؟ طاهر ما عنده خبر بهذا الموضوع ولا القصة هيك؟ مبلا عنده، أولادي كلهم عندهم خبر بكل شيء أمهم بتعمله، وأنا كمان عندي خبر بكل شيء بيعملوا أولادي. طيب فهمينا شو القصة لكان؟ نزار خلص بقى. مرجانة ساوي لي من تحدياتك فنجان قهوة. على عيني خالة. إيه خير، شو القصة سنية؟ طمني يا تركان، أكيد خير، ما رح الفدور. على سنة الله ورسوله وبإذن رب العالمين جاي أطلب مرجانة لطاهر منكن. بالله شو؟ ليش هالقصص بتنعمل من دون الزلم؟ إذا هذا الحكي جدي بتجيبي كل أولادك وبتجوا بشكل رسمي وبتطلبوا البنت من أبوها. رح تعلميني الأصول؟ أكيد هيك رح نساوي. بس بدي تعتبريني طلبت البنت منك هلأ لأعتبر حالي حجزت لابني. وبعدين أنا والشباب منجيب الورد والملبس ومنجي لحتى نلبسها لكنتنا الحلوة محبس ما شافت مثله. والله أنا إذا ما سألته لجوزي ما فيك تعتبريني موافقة. إما جوزك عطانا إياها من قبل ما نطلبها. كيف؟ مصطفى مشي الحال واتفق معه، منجي كلنا بكرة ومنلبس المحابس وبنتك بتصير كنتي. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. هيك بيصير لما الرجال بيعطوا وش لنسوانهم كتير، بيصيروا هيك مثل مصطفى بيتجرجروا على الجبال. فاتح لقيته لطاهر؟ بعرفه متجوزي مختلف. كذبت على أمي بس ما عم بخلص من لسانه. رد اللي خلص. أنا بعرف بتكون هي اللي قنعته يروحوا. آسية ما دخلها، أخي مصطفى هو اللي طلب يروحوا لهنيك. وليش دا يطلب؟ شو بيعرفني أمي، بركي حب يضل هو ومرته لحالهم شوي. مو قاعدين بغرفة لحالهم وبيضلوا لحالهم للصبح؟ شو يلي ناقصهم يعني؟ لك آخ منك يا أمي، آخ منك. ولك مراد ليكون طاهر أخذ هي اللي اسمها نفس وراحوا على بيت الجبل مثلهم. مزبوط حكيك، احتمال يكونوا طاهر ونفس راحوا لهنيك مشان يهربوا منك كمان. أنا برأيي هالشي كتير منطقي يعني. يهربوا مني أنا؟ اللي تم يأكل ما اللي تم يحكي بنو. المسا رح تنطلب البنت وما حدا لهلأ بين منهم، خليني ساكتة أحسن. ايه معك حق، الأحسن إنك ما تحكي أكتر من هيك. ما تكبري يا دخيل عينك، خدي شو بدك أغراض وخلينا نروح بسرعة. عندي شغل أمي. أنت عندك شغل؟
اللي بيسمعك بيقول إنك هي أول مرة بتهرب فيها من شغلك. امشي يلا فوت. شو عم تعمل قلتاكن؟ كأنك عم تحصب الغلة مو؟ أوه أهلين خالتي سنية. مراد يا أهلا وسهلا. أهلين. أهلين ابني. يلا فرجيني شو في عندك محابس للخطبة. بدك محابس؟ تكرم عيونك يا خالي. إن شاء الله ألف مبروك والله يتمم لكم على خير. الظاهر ناويين تخطبوا لطاهر الليلة مو هيك؟ خلاص خطبنا له ومشي الحال. أنت كيف عرفت بالموضوع؟ لا تكون هي اللي اسمها تركان من عالصبح زاعت الخبر على ميكروفون البلدية. ميكروفون شو لك خالتي؟ سلفة مرت عمرتي أكيد عرفتيها. هي وصل الخبر. من حدا لحدا والخبر انتشر. ايه لكان وفوق منها سلفة مرت عمرتي راحت وخبرت خالتها. وهديك بتعرفيها ما بتنبل الفولة بتمها. ناجية التليجراف؟ هي بذاتها بعينها. هذا اللي كان ناقص. لو حاكي على ميكروفون البلدية كان أشرف. ايه وينو ما نبين. ايش هو يعني لحالي بدي روح على الخطبة؟ يا ريت حدا يقدر تعبي. لا تزعلي أنا بروح معك تيتا. لك ريتك تقبري قلبي أنت يا روح التيتا يا حلوة. الحمد لله أنه ما طلعت لأمها. حبيبة قلبي طلعت بتشبهني. ايه وإن شاء الله كمان ما تعيش اللي عاشته أمها. ييه هدول شو جابوا لهون عبيتي؟ خلصنا. عثمان بيك أهلين وسهلين. شكراً أهلين فيك يا خانو. شو صاير؟ شو في أحكوا؟ مصطفى وطاهر ليش مو معكن؟ بنتي طلعي على الغرفة أنتي وياه ولعبوا شوي وأنا رح أعمل شاي نفس. تعالي ساعديني. سألتكم مصطفى وطاهر ليش مالهم معكن؟ أمي حطي لنا لقمة وبعدين منحكي لك. والله متنا من الجوع. آسية لك بس قولي لي ولادي وينهم؟ شو هالسؤال؟ بالعادة وين بيكونوا الرجال؟ هنن بشغلهم هلأ. طيب شو قصة هي؟ ليش رجعت على بيتي هي وابنها؟ ليش اجيت؟ ما يهمك سنية خانو، نحن مو مطولين هون أبداً. أكيد ما رح تطولوا. أنا كل يلي بيهمني إنه ابني وحبيبته ما تخرب علاقته لبين ما تمشي حضرتك من هون. حبيبته؟ حبيبته. اليوم المساء بدنا نقرأ فاتحته لمرجاني. هالبنت كتير مناسبة لابني واتنيناتهم بيحبوا بعضهم. ايه بيحبوا بعضهم صحي. نفس بتعرفي شو قال طاهر؟ إذا أمي ما راحت وجوزتني مرجاني رح موت. بروح بزت حالي من على الجبل وبنتحر. إمتى قالوا لهالحكي؟ السنة الماضية وقت رحنا لنصيد السمك. إيه بوقتها. إيه وقتها قال هيك. لوين رايح؟ ما حدا بيتحرك خطوة واحدة لحتى أعرف شو اللي صاير معكن. أمي فيدات أخذ أخي مصطفى رهينة وهلأ إيه؟ عرفنا مكانه. من الآخر اليوم بدك تنسي قصة الخطبة. بدنا نروح نرجع أخي على البيت. سنية خانم خليكي مرتاحة. هلأ بيرتفع ضغطك. صحيح أنا عملت لك شوربة منيحة لك. رح أسكب لك شوي منها. انتي مانك اكله شي من الصبح. تفضلي لو سمحتي. ولادي اللي مثل الجبال ربيتن على ايدي كل شبر بندر. بس انتي اجيتي ورميتي لي اياهن للموت. وينن هلا؟ هني عايشين؟ أو ماتوا؟
بعرف. وحضرتك عم تعملي لي شهرة ماما؟ هلا ادعي انه اولادي الاربعة يرجعوا لي بالسلامة، والا على مهلك. اه اه يا اهلين، نور المحارب الكبير والله. اه على مهلك شبك. عن جد خطة خطف اللي اسمها ايشن بتاخد العقل. يا عيني عليك راس مصطفى. خير؟ هلا انت خطفت لهديك الوقحة؟ اي انا. طيب ليش؟ أكيد مو مشان يتجوزها، شبك مرت أخي، مشان يفاوض عليها. أي شكلي رح فاوضكن على حدا، انطروا علي. أسية، ليش التعصيب؟ شي بيعصب مصطفى، لما جوزي يخطف مرة تانية أكيد ما رح اسكت له. والله هذا اللي كان ناقص، ما كانت بتكفيني نفس وهلا طلعت لي إيشن، نسوان اسطنبول خربوا لي بيتي. بكفي بقى، سكتوا خلصنا؟ شلونك؟ منيح. إذا هيك كلنا مناح. كبير. آسية؟ نفس فايقة؟ إيه، عم تلعب مع الولاد بالأوضة. بعدي لساوي الجرح ما عم تعرفي. أمي هيك كتير منيح، بدنا نفوت النار. لا ما في تروح أبداً، أنت راجع من الموت ما رح خليك تبعد عني يا روح أمك. صح ما قتلوني بس رح تخنيني. رح أخنقك طبعاً، رح أخنقك بس بعدين. شو بدي أعمل بالخطبة اللي ما صارت؟ خلصنا. ولا شو أعمل بحالي بهالولاد اللي مو سائلين على شي بهالدنيا؟ أنتوا ما فيكم مخ وما بتفكروا. أمي أعملي اللي بدك يا، بس استني لنفيق الصبح، اليوم تعبت وهلأ بدي نام. مصطفى وقف، لازم تحاكي أخوك قبل ما تفوت تنام، بدي تقنعه يخطبها. أمي قلت لك الصبح، الصبح. إيه وطبعاً مو قصده بالصبح، إنه بعد صلاة الفجر فوراً تجي لعنا. آسية. خير مصطفى؟ لا تلومني، لسه أبي بيطلع من هون بتكون أمك شرفت، ما عم نتهنى بشي. على أساس بنت شيخ طلعت ما بتستحي بنوب؟ عن جد وقحة. يا الله دخيلك. آسية هاتي الجاكيت. مصطفى استنى. أمي خلينا نتركهم يرتاحوا بأوضتهم. ايه؟ طاهر تعال عندي. قال لك اخي للصبح. امي ما سمعتي شو قال للصبح؟ راس جوزي في مختيس وانا متاكده من هالمعلومه. الواحد بيقول مرتي بيكون مشغول بالها، خليني اتصل فيها وخبرها وريح لها قلبها، بس انا حظي هيك. وانتي لشو لهالدرجه متوتره؟ عن جد ما بتعرفي ليش؟ لا. من الصبح عم بفتل حواليكي واحكي. حماتي برأيك شو بيكون صاير بموضوع الجوازات والمحامية؟ ابنك النرفوز ما بيخبرني. ليكي اوعك تقولي نرفوز عن ابني، احسن ما لفك واطبخك مثل هالورقة. ها بدك يخبرك كل شيء مثل التشتوش؟ ايه برأيي يكون نرفوز احسن بكتير من انه يكون واحد تشتوش، بس والله ما بتفرق شو بتحبي يقله. والله بحب لبسك هالطنجرة براسي. قومي حطيها على النار قبل ما يأذن المغرب. افتحي يا سنية. سنية هي ليش عم تعيط؟ شوفي لشو هدا خير؟ شوفي من وين بده يجي الخير؟
هالمرة طاهر كتير زودها ونحن جايين لحتى نحاسبكن. والله ما قصرتوا بهالجاية، تفضلي نفاق، فوتي فتنة، انتي كمان تفضلي لا تضلي واقفة. فجور بدك شحاطة حبيبتي؟ شبكن شو هالفوتة هي؟ أعوذ بالله، شبكي شو جناتي تركان؟ أمي مانا مجنونة ولسه كمان إلكن عين تحكوا. والله ما حدا مجنون غير ابنك هالحقير سنية خانم. لك فتحي عيونك واعرفي مع مين عم تحكي، تطلعي فيني وزيني كلامك، وخصوصي قدام هيك عالم حشريين. لما ابنك حمل حاله وطلع من الخطبة وراح يشوف الإسطنبولية، ليش وقتها ما فكر بالعالم وحكيا؟ هاتي لشوف نظر، انتو من وين جبتوا هالحكي؟ في عالم شافتهم. ايه وهي ناجية قدامك، ناجية قالت انه شافتهم بعيونها. هي مو ضروري تشوفهم بعيونها لانه بتجيب الحكي من مكان تاني. شو هالحكي سنية؟ عيب اللي عم بتقوليه. سكتي هس تركان، هذا الحكي مالو مزبوط، لا تصدقيه. لكن شو يا سنية؟ اليوم هديك المرة وابنها تصوروا عند راسم صور لجوازات السفر، وطاهر رح يهرب معهم على روسيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، اهدي واسمعي، طاهر ما رح يهرب مع حدا. ناجية دحشت براسك الفكرة مو هيك؟ لا والله، جوزها اتصل فينا تليفون وخبرنا. هلا منكر عقلك بالصدقيون، هي وجوزها مثل وكالات الأنباء، ما بيحكوا ولا كلمة مزبوطة. اسمعي، المرة اللي اسمها نفس رح تهرب هي وابنها من جوزها الظالم، لأنه هو واحد مجرم كان يضربها ضرب مو بعقل المسكينة. بس أولادي لما عرفوا ما قبلوا، وانتبهي أنا عم أقول أولادي يعني مو طاهر لوحده، قالوا لازم نساعد هالمرة أخطي. والله بتوجع القلب، هي وهالصبي الصغير. مو هيك عم يحكوا العالم بالضيعة. إما تسمعي لحكي العالم تركان خانم، ليكي مو حرام عيون مرجاني الحلوة تبكي؟ صدقيني ابني طاهر ما رح يهرب مع هديك المرة بنوب، ما في شي من هالحكي أبدا، ولهيك انسي. يلا يلا انتي روحي من هون. وفي السر يلا الله سنية. معك آسية افتحي لها الباب، امشي لشوف. فتحت حماتي. نقلعي نقلعي. معلوم بيقولوا اللي قال الحق تقلع من 10 ضياع. ولك روحي أحسن ما أعملك 10 شقف ووزعك على 10 ضياع. ها الفتنة والفجور ما طلع لهم مع حماتي والله. اوعيك ناجية لا ترجعي لهون. حماتي؟ والله انت عم تفاجئيني. ها غريب كيف دافعتي اليوم عن نفس، قلتي انها مسكينة وزوجها بيضربها وبتوجع القلب هي وابنها. حلوة منك، برافو. هلا مو وقت هالحكي، شو بدك يعني اقول؟ ايه مزبوط، هي حاطة عينها على ابني وخلي مرجانة تشعل ويجن جنانها، هيك بتنبسطي؟ لك امتى بدك تشغلي مخك الفاضي؟ فوتي يلا. صباح الخير امي. منين رح يجي الخير؟ منين رح يجي لك ابني؟ شو ما رجع مصطفى؟ كيف بده يرجع؟ وبأنه وش بده يرجع؟ هو بس يجرب يجي على جثتي بيعتب من هالباب. يا اما بده يطيب خاطر آسية ومحمد وبالم ويرجعون لهون، وقتها ما كانوا على هالراس بيدخل على بيتي. ما كنت بعرف انه بتحبي مرت اخي آسية كل هالقد. ها اسمعوا شو بده هذا كمان. ليش انتو شو بيفهمكن اصلا؟ كل اللي بتعرفوا امي لا تعملي هيك، لا تحكي هيك، اسكتي شوي. اذا بتشغلوا هالطاسة اللي ناتعينها، او اذا بس بتفكروا انا شو بعمل وليش بعمل وقتها. طيب امي طيب. هذا اللي انت شاطر فيه، طيب امي طيب، ولا كأنك هون. وين أخوك طاهر ومرته؟ لسه نايمين؟ فاقوا يمكن، سمعت أصواتهم. ماشي. عمي؟ شو عمي؟ نعم يا عيون عمك. لا أنا ما حكيت معك أنت، أنا كنت عم أحكي مع عمي الثاني. إيه تمام، لكان توأمي عم تنادي لك إلك. قولي عمي. هلأ يا ترى المكان اللي راح عليه ييت بيكون فيه مدرسة؟ وين ما كان في مدرسة بالمخانم، لا تفكري بالقصة، قومي كملي دروسك لشوف. يلا خلص بكفي كسلاني، قومي. اي بعرف، مو مشان هيك انا سألت، بس يا ريت هون كنا رحنا سوا على المدرسة. ماما انا اشتقت له كتير. توبري قلب امك، قديش قلبك طيب وحنونة يا عمري، وانا اشتقت لهم كمان. بس ييت اكيد مبسوط هنيك هلا. يلا روحي ادرسي. اي ليك وعلى هالحالة هي بالله، وحدة لجأت لبيتنا هي وابنها وطاهر شغل حاله فيها، والسفينة ما بعرف شبه مصطفى من امبارح راح ليشوفها،
وهدول الاثنين لو بتخرب الدنيا قدامهم ما بيفكروا يتدخلوا بشي ابدا. قلت كنتي منيحه طلعت اضرب منهم. لك صار الوقت الظهر ولسه الاهل الفطور محطوط على الطاوله، والله عيب عليكم. حكي امي مزبوط، انت خليك عم تضيع وقتك، انا رح روح وساعد اخي مصطفى بالشغل. فاتح بيروح لعند اخوك مصطفى، انت خليك قاعد هون. بدك توصلنا على بيت اهل مرجان اليوم، بدنا ناخذ بقجه الخطبه لعندهم. لك روح، الله يعطيك القوه والعافيه يا توامي. فهميني ليش قصص النسوان بتنطبش براسي؟ بطلع. أخيراً وصلت يا ربي. الله لا يوفقه، الأسعار مرتفعة وصايرة نار. مرت عمي؟ محمد بأمانتك إيه؟ خير لوين؟ ساعة بالكتير رايحة أتزوج وأرجع، ما بطول عليكي. كنت مفكرة رح تطولي، بس شكلك فوراً فرطتي قدامه. مرت عمي الله يسامحك، شو صار مو على أساس أنتي بظهري للأخير ومدري شو؟ تعرفي شو بيقول لك المثل بنتي؟ مبارح راح مع مبارح ونحن أولاد اليوم. طاهر شايف أمك شلون بتحكي الكلمة وبعدين بتسحب حالة بالأخير؟ برأيي رجعت لطبيعتها يا مرت أخي. يلا أنا بالسيارة، البسي عليك شي وخلينا نمشي. تمام جاي جاي. أسية ما قلتي لي أمتى رح ترجعي بنتي؟ قلت لك مرت عمي ساعة بالكتير بتزوج وبرجع، أنتي خلي عينك على الأولاد ماشي؟ أسية كيف يعني رايحة تتجوزي؟ بنتك صارت صبية. لك شو هالحكي مرت عمي، شو بيخطر لك انتي؟ ما عم بفهم. رح تتجوزي مصطفى مو؟ لا رح اتزوج واحد تاني. اوه نحمده على كل شيء ونشكره. مرت عمي ارحميني، حاش تستفزيني كرمال الله. لا بنتي ما عم بستفزك ولا شيء اساسا، مين بيطلع له معك؟ ما حدا قدك. آسية ما بتطولي علي، ما هيك بنتي؟ والله انا كبرت وما عاد لي خلق على مسؤولية الاولاد، جبتيهم ورخيتي حالك. مرت عمي طاهر ناطرني، لازم امشي من بعد اذنه. لك انا اعطيتك اذن مرة ولك شلون صرتي تاخديها عادي؟ مرت اخي يلا تاخرنا كتير. شفتي؟ لك حاش تتبختري، منطرتي للزلمة برا مثل الولد الصغير. رح نتف حالي لترتاحي. نتفي قد ما بدك، مين قالك فرقانة معي؟ ما شاء الله عليك يا حماتي، رجعت حليمة لعادتها القديمة، والله العظيم قرفتيني حالي وعيشتي كلياتها. اوه زعلتيني والله. بلشتي يعني؟ شو اللي بلشت فيه؟ لما تقرأ في حالك العرق بيشرشر من الشوب، بعدين بتبردي شوي وبتعرقي، بعدين بيطقلك عرق. بس بتطيبي بنتي بتطيبي. ارحميني بقى كرمال الله، خلص طقت روحي منك. شو هالصباح هاد يا ربي؟ شايفة بنتي هي طقلك عرق. اوف انتي احلى نعمة من الله، لانه لولاكي كنت رح موت. أول ما برجع من اسطنبول في بنت بتاخد العقل، رح جوزك ياها طاهر. يا الله رجعنا عنا. اي عادي شبك، هي سنة الكون، مرجانة بنت مقدبة كتير، ولا تنسى انها حلوة. ما بدي بنت راسها كبير مع حماتها وبتضل مسخسخة مع جوزها. اوه امي امي، ما تطلعي لي خلقي هلا وانسي فكرة العروس. مستحيل اني انسى، من رجعتي رح اطلب لك مرجانة. أمي ما تكسب خطية هالبنت، لما يجي الوقت المناسب رح جيب لحالي عروس. إذا بترك لك القصة بتجيب وحدة مثلك مجنونة. اتركي الشغلة علي، رح جيب لك وحدة تكون نسخة طبق الأصل عن أمك. لا بلا ما تكون طباعة من طباعي. مرجانة منيحة، إلا تم ياكل ما لا تم يحكي. أمي يلا طلعي على السيارة، يلا طلعي. لك شوفي خلاص مصطفى خلاص. استني انا راح افتح لك الباب لحظه. جاي تفضل يا خانوم. شوفي مصطفى. شكرا كثير مصطفى بيك. العفو مرتي، انت بتأمري. سنية خانوم جبت لك معي العروس. انتو مالكم فرحين غير تجيبوا لي كناين اصلا. آسية خانوم لا تردي على هذا الحكي الفاضي، تعي عندي شغله بدي ورجيك اياها. تفضلي تعي. مصطفى شو عم تساوي؟ بدي ورجيك هاي التحفه حياتي. ما حبيت احكي شيء قدام ابوكي بصراحه، لحتى ما يقول لك وعلى هالحركات، بعرفك رح تخجلي كتير قدامه. مصطفى هلا شو يعني اوف اوف؟ شو آسية
أوف فراغ أوف بالنص آسية، شو اللي ما فهمتي؟ يعني ما فهمت مانو بالنص. هلأ فهمت شو بتقصد. لحتى إذا انضربت وطلقتني مرة تانية تكتبها أوف أمينة أوف خديجة تعبي الفراغ اللي بدك ياه، فكرك رح تمرق علي؟ آسية لا تظلميني لحالي بلا ما العالم يقولوا لك اسمك أوف آسية أوف. لهيك أنا تركت بالنص فراغ، شو هالقصة؟ ليش اتضايقتي؟ ولك خديجة ما غيرها؟ لا تقولي رح تجيبها لهون، لا ما حزرت حبيبي، هي عندها اثنين سعدين وانت عندك اثنين، يعني فييت وبنتنا فس صاروا ستة، راسي ما بيتحمل، أنا مو ناقصني مصطفى، مو ناقصني أبدا. شبك يا أمي؟ القلب مو قلبي أنا؟ رح جيب خديجة ورح جيب فهيمة ورح جيب قدرية ورح جيب بهية ورح حط أسية على راسهم كلهم، أنا حر يا أمي، أستغفر الله. أسيه يا مرا رحميني شوي كرمال الله. وينك؟ ليش عم تعملي فيني هيك؟ استفزينا للصبي لحتى جننا على الآخر. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.